مباركي يسألني يقول لي ما ايش رايك في زهرة عرفات، هل تمتلك طاقة كوميدية؟ اي زهرة عندها طاقة كوميدية، دمها خفيف، حتى مجلسها خفيف الدم، وايد زوزو، بس يعني وين وين على ما تحصل العمل اللي تقدر تبرز فيه طاقتها الكوميدية، خصوصا اليوم صارت الأعمال الكوميدية وايد عملة نادرة، صار الأغلب يعني أدوار تراجيدية يمكن فيها بعض المواقف الكوميدية اللي تتطلب خفة دم، هذا من خلاله يبرز طاقة زهرة عرفات الكوميدية.